أبوي الله يساعدك، ويا رحت الفاتحة وعجبني الشيء بالفاتحة كلش حلو. ويا شنو اللي عجبك بالفاتحة؟ ما تسولف لي هذا تقول كلش حلو. يابا أنا أسولف لك الشيء الحلو بالفاتحة شنو هو؟ الفاتحة قامت تفتح الساعة 8 الصبح، تعزل الساعة 11، فتح الساعة 1 الظهر، تعزل المغرب، ولا أكو أكل ولا هاي، بس شاي يعني ماكو مصاريف، الله يحفظ المرجعية ويحفظ الشيوخ الطيبين، بزودهم صارت هيجي. ويا طبعا هسه أحسن، الله يحفظ المرجعية ويحفظ الشيوخ ويحفظ كل الناس الخيرة إن شارت هيجي هذا الطبق، شان الماكو يموت لميت يعني من دهر دهر كاولية يا ابني، والناس تسوي فطح وتسوي كذا وهاي، الحمد لله هسه شيء بسيط. فعلا بويا الله يحفظ المرجعية والله يسر عليهم، يعني بزودهم صار هذا الشيء، بس اكو بها عالم ضربت مصالحها كانت تدور على الفاتح دواره حتى يضربون ثريد، بعد ماكو ثريد بس شاي يشرب شاي ويروح. بويا انت اول واحد انضربت مصالحك، كنت تدور دواره على الفاتح، زين ضربت مصالحك يا ابني. يلا